السلام عليكم، معكم السيس بن جنون توفيق، جروب موناليزا. والحمد لله عندنا هذا النهار، هذا عندنا يعني احتفال بالنتائج ديال التلاميذ الحمد لله، اللي هما جابوا احسن نقاط. والحمد لله هذا العام هذا عندنا 100% ديال النجاح، من ناحيه ديال السادس، ولا من ناحيه ديال التاسع، ولا من ناحيه ديال البروماني باك. الحمد لله عندنا نقاط ممتازه و100% ديال النجاح الحمد لله. وبهذه المناسبه هذه حنا درنا هذا الاحتفال باش نحتفلوا بهذ الوليدات ونعطيهم هدايا ديالهم ونشجعوهم. ان شاء الله يعني في تالي ديال شهر اغوست ان شاء الله تكون الابواب مفتوحه ان شاء الله، ومرحبا بكم فهمتيني، لان غادي الحمد لله غادي نديروا واحد الحفل ديال الابواب المفتوحه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تو دابور جو تيان بريزونتي، جو مابيل سارا سوندي، جو سويز اون ايليف ان 3ام اني كوليج، اي اوجوردي جو فيت ما ريوسيت اي لا ريوسيت دو توت تو لتابليسمون موناليزا. تو دابور جو تيان رميرسي انورميمون دو فون دو كور tout l'établissement Mona Lisa, les professeurs d'eux-mêmes, toute l'équipe de l'administration. Je suis très contente par rapport à ça. Salam alaikum. Nous sommes tous les deux membres de l'Association Mona Lisa. Nous sommes tous les deux membres de l'Association Mona Lisa. Nous sommes tous les deux membres de l'Association Mona Lisa. Je suis Omar Lfga, je suis membre de Mona Lisa. Je suis membre de l'Association Mona Lisa. Je suis membre de l'Association Mona Lisa. Je مبروك الجامع، مبروك خوتي ومحدايا. Je remercie le groupe scolaire Mona Lisa pour leur accueil, leur écoute. Je remercie l'équipe pédagogique, les enseignants pour leurs compétences, leur soutien à nos élèves. Je remercie l'équipe qui s'occupe de l'administration, l'équipe accompagnatrice. Ils sont vraiment sympas et ils sont compétents. Merci. ياسمين أرمير بصفتي تلميذة بمؤسسة مونا ليزا، أتقدم بكامل الشكر والتقدير لأساتذة الكرام والأطر الإدارية على عملهم الذؤوب لإنجاح الموسم الدراسي والوصول إلى نتائج مشرفة. شكرا. Hi, my name is Miriam Armir. I'm a student in Mona Lisa School, a middle school. I would like to thank all my teachers and the administrative part. Thank you. السلام عليكم. معكم وفاء أدردور، المديرة التربوية لمجموعة مدارس مونا ليزا. اليوم تنحتفلوا بالحفل الاختتامي للموسم الدراسي اللي توج بنجاح تلاميذ المؤسسة في جميع الأسلاك التربوية. وهذا تنتقدم بالشكر الجزيل للسيد المؤسس السيد توفيق بن جلون على المجهودات المادية اللي تقدمها المؤسسة واللوجستيكية، وكذلك للأطر التربوية العاملة بالمؤسسة التي تبذل مجهودات كبيرة بدون كلل ولا ملل لتحقيق هذا النجاح المستحق لتلاميذتنا في المؤسسة. الشكر موصول كذلك لآباء وأولياء التلاميذ على دعمهم ومساندتنا طيلة السنة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.